الحمد لله اليوم استلمنا قسائم من جمعية رمانين للأعمال الخيرية. طبعا القسائم مقدمة من منظمة تيبول، والحمد لله جينا على المركز الزراعي واشترينا بعض البذور اللي بنحتاجها نحن طبعا، مثل العدس والشعير وبذور لزراعة الحدائق المنزلية. طبعا نحن نشكر منظمة تيبول على هذا الدعم للأخوة المزارعين في إدلب وحلب، ونشكر جمعية رمانين للأعمال الخيرية. القسائم الزراعية هي دعم زراعي تنفذه منظمتنا، منظمة تيبول النيد، مقدم من الأوفدا. الغاية منه مساعدة المزارعين في الظروف المظلمة وفي الظروف الحرب، لحتى المزارع يقوم ويحرك حاله اقتصاديا ويعمل ويزرع وينشط زراعته ويأمن قوته اليومي في الظروف الصعبة.